التزاماً بالحملات والمبادرات الرائدة التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وأحدثها حملة أمة تقرأ 5 مليون كتاب، صدقة جارية وعلم ينتفع به، والتي تستهدف توفير 5 ملايين كتاب للطلاب المحتاجين عبر توفير 2 ملايين كتاب للأطفال والطلاب في مخيمات اللاجئين، بالإضافة لإنشاء وتزويد 2000 مكتبة حول العالم الإسلامي ب2 ملايين كتاب أيضا، ودعم البرامج التعليمية للمؤسسات الإنسانية الإماراتية في الخارج ب1 مليون كتاب. تتشرف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وآفاق الإسلامية للتمويل إطلاق مبادرة مجالس التنمية المعرفية عبر 19 خيمة كمجالس معرفية مستدامة، يتوافق الرقم 19 مع يوم زايد للعمل الإنساني، تخليداً لذكرى الشيخ زايد وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني حول العالم. ويتضمن كل مجلس مكتبة شاملة تلبي حاجة الأطفال التعليمية حتى عمر 10 سنوات، وتلبي المجالس أكثر من خدمة للأطفال المستهدفين، منها مسجد للصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. وكتاتيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. وورش للعمل التعليمي ومراسم للفنون التشكيلية وشاشات عرض حديثة وبرادات مياه للشرب. تهدف مجالس التنمية المعرفية إلى نشر الوعي المعرفي في المناطق المنكوبة والمحرومة والأكثر فقرا في العالم في دول شرق آسيا، ومنها تايلاند، الفلبين، نيبال، إندونيسيا، بنغلاديش، الهند وباكستان، وكذلك في الصومال بأفريقيا. سيتم تشغيل مجالس التنمية المعرفية على مدى السنوات القادمة عبر وقف آفاق المعرفي الذي سبق وأن أطلقته، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة. بكل فخر واعتزاز يسر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وآفاق الإسلامية للتمويل إطلاق هذه المبادرة المعرفية المستدامة المشتركة، صدقة جارية وعلم ينتفع به.